كساكن بولاية وهران، ممكن تعطيني بعض اللمحة على أحوال السكن، أحوالك العائلية، وين تسكني، دايرة دوسي ماكش دايرة دوسي، عطاولك ما عطاولكش، شحال عندك ولاد، شحال عندك، مهم أي شيء تعرفيه، تفضلي. قلت لي هذيك الكلمة اللي فاتت، مشي لمحة هذيك دمعة، أيا وقلت لي على السكن، أنا ما نكذبش عليك، أنا ساكنة هنايا. إن شاء الله يعطونا سكنة ونكونوا كاع غاية، وإن شاء الله 1 2 3 في بلاجيري وي. سمحوا الأخ الشعب اللي يتفرج، لاخاش عليه أنني قريبة غير منا، أنا غير منا قريبة من جهة سيد الشحمي. أيوا هذا هرب لهم، طنيت ما شافوش كانوا يديروا تخافموا لي مالات، ما عادش فوتوا على بحر عليه. جدوا لنا في السومة وراه جدوا لنا في الكوشي، وإن شاء الله يجدوا لنا في الكوشي، ورانا عايشين في غاية، حنا في ري عندنا درام ياك فاطمة، إن شاء الله حنا غير سكنوا. 1 2 3 في بلاجيري 1 2 3. خليني شو نهضر لهذا المسكين، ما دار لا لبرا لا والو. ايا ونضرب نضرب غير على البوله، الله يكون في عون، ديجا راه متشوه بنيه بو البوله. المهم انا يا ما نكذبش عليكم، تحيه الجزائر ونبغي الجزائر ونموت على الجزائر. ايا انا تامنوني، انا بقوت لا عندي اتساع في داري، ايا ديفا ولادي يتودروا لي. عندي كما يقولوا بيت كوزينه افدي بارا. الاخ راني نهضر، ما تبقاش تقطع لي الهضره، لاخاش كي راني نهضر كاع مع الشعب، كاع مع الشعب الجزائري. بلي رانا مغبونين ورخاتنا غير سكنا، عطونا غير سكنا، طاحت علينا البارح ضاله، واليوم غادي تجي تكوجينا، الله يرضي عليكم، غير شوفوا فينا الشغل، نتمنى من كل الشلوطات تجي تشوف فينا وتهضر معانا. دقيقه اخويا احنا شكرا الاخت، مرحبا بك. من فضلك اخ كمواطن جزائري وكساكنه بولايه وهران، معليش من فضلك تقدر تعطينا لمحه مع الاخت، كمل لمحه تاعك. 1 2 3 في فرنجيري. كيفاش مع الاخت ما فهمتش السؤال؟ السؤال تاع السكنه تاع السكن، حاله سكنيه على بالك. حنا وياها رانا هذه 20 عام رانا دايرين طلب تاع السكن ومازال ما عطاونا، هي في سات اطوال وانا في الحمري، فهمني؟ ايوا رانا مغبونين، فريمون رانا مغبونين، نستنى باش يسرحونا يعطونا السكنه، وان شاء الله ربي يفرج هذا المكان. شكرا ربي. خليني نكمل. المهم انا يا قلت لكم على السكنه، زعما في الحقيقة أنا يا زهرة عندي فيلا بلا بيسين، وعندي في الصحراء، عندي الجمال، عندي العواد، عندي متأمنوا أيوا. لا هذا مريض، ما ديش ديجا قبل حاجة قال لكم بلي هذا مسكين طلاب، زعما لا بغى ساعة الوالي ما كان تا مشكل. أيوا ولا بغيت ساعة الوالي راك تشوف فيا وخوتي الجزائريين كاع. أيوا هي زعما في الحقيقة خاصني سكنة، تأمنوني غادي نهيجي عليكم، غادي لما عطوني السكنه هذا العام ورمضان سو السكنه، غادي نخرجكم من النيبان، غادي نولي اسكت نتايا، غادي نولي لكم لوكارو، والله غلا شفتوا النيبان، أبا تعطوني السكنه وبالسيف عليكم. شكرا.